انطلقت الآن الجياد في شوطها الثالث على جائزة يوسف أبو صالح بن مشخص يرحمه الله من أهل الرياض وحد الرواد الذين أدخلوا الرياض مع الملك عبد العزيز. طيب الله ترى هذا الشوط لجياد وفراس الإنتاج السعودي عمره 3 سنوات التي لم تكسب يقام على مسافة 1600 متر، قيمة الجائزة 54,000 ريال. والانطلاقة السريعة من قبل الأقمر الآن من الخارج في المركز الأول، متابعة من ليلات في المركز الثاني، وأيضا مباهج ومحاولات أيضا للتقدم من قبل فرسل في هذه الأثناء في المركز الثالث، ومباهج في المركز الرابع، ومتابعة أيضا من قبل جماه في المركز الخامس، ومتابعة أيضا أو بالأحرى جلال في المركز الخامس، ومتابعة أيضا من قبل فرزل لأخذ الصدارة في هذه الأثناء. فرزل الآن محاولات لأخذ الصدارة من ليلات في المركز الثاني، الآن أصبح ليلات من الداخل، وفرزل في المركز الأول، متابعة من جلال في المركز الثالث، والصدارة لفرزل. بدأت الآن الجياد في أخذ الطريق المستقيم، وأشاهد المتزود بدأ يظهر الآن في هذه اللحظة مع دخول الجياد للطريق المستقيم. وفرزل ما شاء الله متصدر ابن الفحلنا مكولد، ومتابع أيضا من ليلات ومن المتزود في هذه الأثناء. التنافس يشتد في الأمتار المئتين الأخيرة، وكما تشاهدون دخول قوي ما شاء الله لا قوة إلا بالله في هذه الأثناء من قبل تهانينا في المركز الأول، وأيضا لنجم معلا، ومفاجأة بدخول قوي لرأسين. إذن تهانينا المركز الأول ونجم معلا المركز الثاني.